عليكم. وعليكم السلام دينا عوده موجوده ديما احمد كامل عوده آه. اريج العتوم آه. اريج اريج موجوده الو اريج موجوده أه تكروري يارا السيد موجوده مهندس اسماء ابو هاني هبة مجدلاوي موجودة مهندس محمد أحمد صلاح سعيد حاضر مهندس دانا خالد يوسف عدث الله موجودة مهندس إيهاب مناصير موجود مهندس يارا نزال موجودة ريناد موجودة لينا دريني موجودة مرحب جلبوش موجودة دار النجار موجودة <applause> راما قرآن موجودة إيمان إيمان طلعت موجودة إيمان عمرو عماد موجود عمرو سالي حرب سالي حبي حربي سالي 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 حسينات. حسام موجودة. جد الله حسام حسام رؤى زياد سليم موجودة دكتور ندى الطعاني موجودة حمزة المعادلة موجود ريم ميرزا ريم طيب. اوكي معي انتوا هسه لا؟ وين امبارح وصلنا؟ معك مهندس امبارح وصلنا امبارح؟ وصلنا عند التيبلز اذا ذك... ذكرناكم بعيد تذكيركم هسه خليني بس اعمل شير طبعا نزلت لكم انا على اليوتيوب اول كلاس بودي لكم الرابط ان شاء الله ماشي شايفيني الشاشة انتو شايفين الشاشه ولا لا انتم هسه شايفين شايفين شايفينها أنا... ولا شايفينها انا شايفينها الكل شايف شايفينها طيب بنرجع هسه على ايش على التيبلز اللي عندنا لو تلاحظوا التيبل اللي عندنا موجود عندنا وقفنا امبارح عندها انا في عندنا احنا الفاكتورز اف على بي شو الفاكتورز هذا؟ إذا أعطاك انتي الـ Present Value أنت البريزنت فاليو بعين ولا لا؟ بتضرب بإف على بي بيعطيك الـ future فاليو. إف على بي ضرب بي شو بيعطيك إف صح ولا لا؟ مظبوط؟ ألو مظبوط مظبوط هذا بي على إف إذا أعطاك الـ future فاليو طلب منك البريزنت فاليو بتصير إف ضرب بي على إف، طبعاً البي على إف دائماً أقل من واحد، ليش؟ لأنه البريزنت فاليو راح تكون أقل من الفيوتشر فاليو، صح ولا لا؟ منطقي المصاري سعرها قديما اعلى من هسا فبتقل كفاليو صح ولا لا؟ يعني الدولار هسا يساوي دولار 1.2 بعد اربع سنين ويساوي 0.9 قبل سنتين فاذا اعطاك الفيوتشر فاليو على اعتبار انه طلع البريزنت البريزنت تكون اقل صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ تمام؟ في عندكم كمان الاي على اف والاف على ايه والاي على بي هسه رح نجي الواحد وحده طيب نرجع على السلايدز هنا اوكي طيب هسه بالنسبه للفاكتورز اللي عندنا هسه تشابتر 2 اذا خلينا نيجي على مرجعين حبه حبه هاي عندك الفورم الفاكتور اللي عندك اكس على واي سواء اف على بي او بي على اف او اف على ايه بعدين البيرسنت شو البيرسنت يعني شباب الانترست صح ولا لا؟ الو صح بعدين ان شو هاي؟ المدة الزمنية، احنا قلنا مش شرط تكون بسنين، ان حسب المدة، هل هو خمس أشهر؟ هل هو ست أشهر؟ هل هو خمس سنين؟ هل هو أربع أيام؟ فإن مش سنوات، إن الهترات الزمنية تمام ولا لا؟ ألو تمام, تمام. طبعاً واي بتمثل النون والاكس الأنون لأنه أنا بس أطلب منك تطلع إف، بضرب بي ضرب إف على بي. صح ولا لأ؟ تمام؟ تمام ولا لأ؟ ألو تمام تمام يعني هاي الفاكتور شو معناتها هاي؟ طلع الفيوتشر فاليو إذا أعطيتك البريزنت فاليو بي، إنترست ريت المية بعد 20 شهر او 20 يوم او 20 سنه واضح ولا لا اعيد واضح طيب هاي الفاكتورز اللي عندنا هاي الفاكتور اللي عندنا لك خيارين الخيار الاول انك تطلعها از افاكتور من التابل او از فورميلا خلينا افهمكم الوضع هسه انا خلينا نيجي على اكزامبل صغير مشان نفهم كل شيء ماشي انا عندي بي مصاري معي هسه انا اخذت قرض هسا بمقدار 2000 دينار اردني معي تقول لي لا هسه اليوم معك مهندس اخذته من البنك بسعر فائد يساوي 8 هسه بديش ارجعه دفعات شهريه او سنويه كيف بدي ارجعه يلا بدي ارجعه دفعه واحده بعد خمس سنين تمام ولا لا الو تمام 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 قديش بدي ارجع المبلغ ل 2000 دينار بعد خمس سنين. اف بعد خمس سنين تساوي 2000 ضرب اف على بي 8% 5 وتساوي 2000 ضرب بتروح على انتريت 8 ام 5 من التيبل تمام؟ وين انتريت 8؟ هاي ايش هاي سبعة صح؟ مزبوط صح ولا لا؟ مزبوط شو هاي؟ هاي ثمانية ان شو تساوي؟ خمسة خمسة هاي خمسة هاي الفاكتور تعمل له هنا بتاخذه تمام؟ تقول ضرب هذا يساوي بيطلع 2938 وتسعمية وثمانية وثلاثين ألفين فهمتوا ولا لا؟ إذا إذا أنا بدي أرجع القرض بعد خمس سنين دفعة واحدة بسعر فائدة ثمانية في المية برجعه ألفين وثمانية الطريقة الثانية إنه إف تساوي في عنا جدول ثاني اللي هو الفورمولا شفتوها ولا لا؟ اشوفها ولا لا؟ هاي لا عندك تعال واضحه هسا عندك لاحظ اف على بي الفاكتور واحد زائد اي قوة ان كعلاقه رياضيه ايش انت بدك اف على بي؟ يلا بتقول اف على بي شو تساوي؟ واحد زائد قديش اي؟ بونت او ايت. هو ايش؟ خمسه صح معناته لا مهندس قوه ماينس ان الاف على بي هي اف على بي قوه ان بي على اف ماينس ان هيها تمام اه اه اوكي ما هي الاف على بي لازم تكون اكبر من واحد بالموجب صح ولا لا منطقيا ماشي ضرب ايش 2000 ضرب هسا 1 زائد زائد.8 قوه 5 لازم يعطيني نفس هذا الرقم لازم ها 1.08 قوة ايش؟ قوة 5 هيو أيوه احسبوه عندكم ثواني بس احسبوه عندكم بيطلع ايش؟ بيطلع عندكم 1.469 تمام شباب؟ تمام. Okay. فانا عندكم الفورمولا از ذا سيم الفورمولا از ذا سيم آه شباب بنات معي ولا لا الفورمولا راح يعطيك نفس الجواب يعني انا بيعطيني ايش بيعطيني اللي هو 1.4693 هسه حط 1.8 قوه 5 بيعطيك نفس الشيء بيعطي هاي يعني تساوي هاي عفوا هاي هي نفسها هاي فهمتوا ولا لا تمام واضح إذا خيارين انت اما تستخدم التيبل او الفورمولا بيطلع نفس الجواب معاك تقول لا الو معك مهندس واضح معك مهندس يعني الاف على بي 8% خمس سنين هاي الفورمولا تبعتها راح يعطيك نفس الجواب واحد بقول لك طب ليش ما اريح حالي انا واستخدم التيبل صح ولا لا احسن لي مزبوط شو رايكم اه مين عنده هيك شك على اللي بحكيه الو يمكن نسبة الفائدة ما تكون موجودة بالتيبل مثلا نسبة الفائدة بالتيبل عدد صحيح 5% 4% طب لو كانت بونت 0.85 هيا مش موجودة يعني عندي أنا الفائدة 8.5% آه، هاي 8% وهي 7% بتروح الف... تستخدم الفورمولا فهمتوا ولا لا؟ تمام يعني اذا كانت عندك الفائده مثلا 8 و3 في ال10% في 8 و3 في ال10 موجود موجود 8% في المية. موجود ايش؟ 9% و18 شايفين 8% و9% وهي الشغلات واضح ولا لا؟ يعني المقصد انه ايش؟ انه لا غنى عن الايش لا غنى انك تستخدم هي 7% في المية. بعدين 8 بعدين 9 واضح؟ فاذا كانت نسبه الفائده 8.3% يعني 0.083 فبهي الحاله تضطر تستخدم انت ايش؟ الفورمولا واضح ولا لا؟ تمام؟ الو واضح واضح تمام تمام تمام, تمام. تمام. اذا هسه الى خيارين تستخدم التيبل او تستخدم هاي الفورمولا هسه بنيجي احنا على المثال الثاني اللي عندنا قلنا هسه بيطلع نفس الشيء ها طبعا اور يعني او اللي بحر هاي باستخدام التيبل هاي باستخدام الفورمولا طيب نيجي هسه على السؤال اللي بعديه السؤال كالتالي انا اخذت قرض يساوي 2000 دينار بي شو تساوي يلا قديش 2000 2000 2000 بسعر فائده تساوي 8% بدي اسدها تمام بعد خمس سنوات مش مره واحده دفعات تبدا كل سنه تمام شو يعني اي الاي قلنا بال 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 متى بتبلش بتبلش بعد السنه واحد صح عمرك شوف دفعات بتبلش هسه سؤال لا بعد سنه من اذا اول شرط لا A إيه هي عبارة عن annual annual ايش؟ payment annual payment أو هي فعليا مش annual بس يسموها A إيه. بس هي إما تكون monthly payment أو أو annual payment أو quarter payment يعني دفعة كل ثلاث أشهر بس هي بسموها A إيه. ودائما A إيه بتبلش على الكاش فلو عند الزمن واحد عند الزمن صفر شو بكون عندك؟ بي صح؟ معين تقول لا هي الكشف له هي الكشف له شايفين الكشف له هذا هنا شايفين هي بي صح ولا لا وهي اف طب وين ايه اتفرش واحد اثنين ثلاثة واضح ولا لا الو واضح ايه بتبلش متى هلا هسه احنا بالسؤال اللي اخذناه في شابتر واحد هاي نرجع على شابتر واحد بس سؤال وين شابتر 1 هاي شابتر 1 بس نرجع عليه شوي اخر شيء شايف طلع فايند ان اماونت تبقى هي اخذناها شفت كيف انت مش امبارح اخذناها هي شرحناها ولا لا دفعات ايه شايفين ايه كيف هذا الكاش فلو وهاي شفت ايه كيف انا واضح معين تقول لا طيب معك معك مهم بنرجع هسه وين هان على السؤال نرجع على السؤال اذا انا بدي اسد القرض دفعات متساوية كل سنة الكاشف لو تبع أول سؤال كيف راح يكون أنا مشكلة ما بقدرش أرسم عن كاشف له كيف بيكون الكاشف لو؟ بيكون 2000 لتحت عند السنة صفر صح ولا لا مظبوط ألو مزبوط أول شيء البي لتحت خلينا أحاول أجيب كاشف لو مرسوم من هنا ثواني بس المشكله بالكاشف لو بحبش اشرحه اونلاين لاني بدي اعمل كاشف لو قدامكم بس بس مشكله بسيطه خلص عادي اذا تخيلوها ها كيف بيكون الكاشف لو في هذا السؤال يلا تخيلوا كيف بيكون هذا اعمل لي يا. ترسم ايش يلا ترسم هسه انت تمام اوكي هاي عندك بعدين في عندك ايش هسه بعدين في عندك اللي هو بي مظبوط ولا لا؟ قديش قيمه بي انا؟ 2000 بي تساوي 2000 صح؟ صح بعدين بعد ايش السنه؟ خمسه بي. خمس سنين صح؟ آه هاي عندك انت هاي عندك هنا. السنة السنه شو هنا السنه شو تساوي هنا؟ صفر صح؟ صفر بعدين واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث صح بعدين أربعة بعدين إيش خمسة وبوقف عندك مزبوط ولا لا خلاص وقف صح ولا لا هاي السنة الأولى هاي السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة صح إف قداش طلعت معنا اثنين تسعة ثلاثة ثمانية مزبوط ولا لا ثانى إيش بقول له أوكي إذا عندك السنتين بدي انا ادفعها بعد خمس سنين هي الكاشف له. انا اف قال لك how much equal أي مش بدي ادفعها المفروض تكون لتحت لا اخذت قرض بدي او العكس ما كل كله واحد بس هذا بالنسبه للبنك اخذت منه بدك ترجع له اوكي بالنسبه للبنك مش بالنسبه لالي بالضبط اه طيب اوكي خلي... تمام خلينا نيجي هسا على السؤال الثاني انا اخذت 2000 دينار اردني وبدي ارجعهم بعد خمس سنين بس مش مره واحده على شكل دفعات شو يعني بدي ايه؟ تمام ولا لا؟ يلا شو بضرب هسا؟ بقول ايش شو تساوي؟ ب 2000 ضرب ايش يلا؟ ضرب ايه على بي قديش اي؟ يلا 8% خمس سنين شو تساوي؟ بتروح على التابل. هاي ثمانية في المية صح؟ ها ولا لا؟ يا شباب بنات هاي ثمانية في المية تمام تمام. -6 -6 -6 -6 -6 -6. تمام شو بدي؟ بدي ايه على بي وين العب ايه على بي؟ مظبوط هيا صح؟ باجي هنا شو بعمل؟ بقول له تساوي 2000 ضرب هاي، اوكي؟ طيب شو بيطلع شباب؟ خليني عشان نفهمها، 2000 ضرب 0.25046 شو بيطلع الجواب؟ يلا 500.92 شو معنى هذا السؤال يا شباب؟ يلا مين جاوبنا عليه؟ انه كل سنه رح نحط 500 دينار 0.92 آه زياده على المبلغ مش زياده انا بسد إيه إيه ال 2000 دينار ب قديش؟ ب 500.92 كل سنه إيه لمدة, إيه لمده خمس سنين هيك إيه بتصير رسمي فرجيكم كيف الرسمه بتصير؟ هيك بتصير الرسمه ها معي انتوا ولا لا؟ متفاهمين شو فاهمين انتوا شو بتحلوا؟ هسه عندك ها هاي كوبي تمام اوكي اول سنه قديش اخذت انا؟ اخذت كم؟ اخذنا 2000 2000 اخذت 2000 صح ولا لا؟ هاي 2000 اوكي؟ هاي 2000 طولها شوي مشان الفرق بيننا صح <متصفيق> اذا بي شو تساوي هنا شو تساوي الف تمام هلا شو بعمل انا بدي اسدهم اول سنه شو بسد انا خمسمية 500.9 بوينت بالضبط وخلاص بس هاي هي هاي اول سنه معلش عادل رسم بهم مش انتوا فاهمين شو بنعمل صح وهاي السنة الثانية طلع كيف الكاشف له وهاي هاي السنة اه ثواني بس هاي السنة الثالثة وهاي السنة الرابعة وهاي السنة الخامسة بتحط هنا هيك هون بعملوا هيك بالعادي بتحط هنا ايه زي ما تقول خط هيك خفيف بتسميها ايه اه انا في الجوال هذا شويه بس معلش هنا بتحط الخط شو تساوي هسه الخط هذا شو تحط عنده ايه شو تساوي يلا 509 طيب قديش مجموع اللي بسدني بالخمس سنين 500.92 ضرب 5 شو بيطلع عند يلا 2504 <applause> <applause> لا 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 2504 0.6 لاحظ اذا سديت بعد خمس سنين دفعه واحده بدي ارجعهم قديش؟ 2938 اذا بدي عشان 10 دفعات شو بيطلع؟ شفتوا ولا لا؟ شو مالكم؟ اه اوكي مش نفسه هسا معقول واحد بسد كل سنه زي واحد بسد بعد خمس سنين مره واحده؟ لا بيطلع عليه اكثر اذا هذا السؤال اذا الرسم اللي عندكم معناته كالتالي ب 2000 اخذت قرض مقداره 2000 بسعر فائده 5% بسد دفعات سنويه ايكوال بيمنت اي ايكوال بيمنت كل بيمنت 500.92 وضحت الفكره ولا لا؟ الو ايوه وضحت وضحت هي الكاشف لو اللي عندي اذا مره ثانيه الكاشف لو الاول انا اخذت قرض 2000 دينار اردني بسعر فائده 8% بسدهم 1 بيمنت 1 بيمنت افتر 5 ييرز اف هاي رسمتها وبطلع المبلغ 2938 لكن اذا انا بدي اسدهم على شكل ييرلي ايكوال بيمنت اي انيوال بيمنت اي متساويات فانا بسدهم 500.92 كل سنه كيف طلعت ال 500.92 انه A تساوي B ضرب A على B تمام ولا لا؟ الو تمام المهندس أنا عندي سؤال لحد هسه مين عنده سؤال؟ دكتور أنا اه تفضلي إيه؟ يعني بكون عند 1 و2 و3 500.9 و4 و5 اه اه ما هي انا حاطط لك خط ازرق معناتها كلها متساويات اه يعني عند السنه الاولى أوه. الدفعه اللي تطلع علي زي ما انت ما بتشتري بيت هذا الكاش فلو الثاني زي ما تشتري بيت انت بتقول لك انا بدي اشتري بيت لمده 20 سنه سعر البيت 45 ألف دينار اردني اوكي هسه تدفع 45 مع كيش، بتقول له بدي ابلش انا بدفعات شهريه كيف بحسبها كم دفعه بطلع عندك في العشرين 20 سنه مين بيحسب لي اياهن؟ 12 ضرب 20 صح ولا لا؟ مالكم 12 ضرب 240 ضرب 240 اذا 2880 فشو راح يكون عندك؟ ايه يلا اذا اذا البيت حقه 45000 دي دينار اردني عينته ولا لا؟ واخذته بسعر فائده يساوي 5% تمام ولا لا؟ لمده إن شو تساوي؟ كم سنه؟ 20 طب دفعات شهريه ولا سنويه؟ يلا شباب دفعات شهريه ولا سنويه؟ شهرية سنويه حبيبي الدفعات شهريه ف12 ضرب 20 شو يساوي؟ 12 240 240 دفعه اذا ايه بتحط الكاشف له من صفر ل 240 تمام ولا لا؟ هسه بتقول طيب. شو شو الدفعه بطلع عليك الشهريه اي شو تساوي بي 45000 ضرب ايش هسه هسه فيش عندك في جدول في عندك في جدول 240 هسه بشوف سعر فائده قديش قلنا 5% 240 هاي 5% في عندنا 240 100 على ايش شفته على ايش ايش اه 100 شو بتعمل بتروح وين نرجع للتابل على المعادلة شو بدك اللي شو فيه بدك فيه بدك ايش؟ بدك ايه عبي هذا. شفتوه ولا لا؟ هيو ايه عبي هيو صح؟ هيو مش ايه عبي؟ مالكم اه صح ايه عبي ايه عبي شو تساوي؟ ايه عبي تساوي ايش؟ هي بدي أخط... احطها أنا ايه عبي شو تساوي؟ ها خليني شوي مش واضحة شوي بس ثواني بس خليني اطلع لك اياها بشكل اوضح اي على بي فورميلا اي اوفر بي اي اوفر بي فورميلا عشان تكون اوضح شوي بس هي شفتوها شوف هسه اي على بي فورميلا انترست ريت بلكي كانت بشكل اوضح مش واضحة انا مش واضح انا هيها B لأن A لا أنا بدي A على B هيا ها شفتوها ولا لا؟ هي بتقسم A على B بيطلع عندك هيا نرجع مرة ثانية لإيش؟ للفورمولا اللي عندنا إحنا مش مشكلة مش واضحة بضبطها هسه أوكي هيها هاي A على B صح ولا لا؟ هسه مرة ثانية نحل السؤال مع بعض هذا هي الفورمولا صح هيك اوضح صح ولا لا؟ يلا وتساوي 45000 صح؟ ضرب يلا اي آه. قديش اي؟ آه. 5% 0.05 اذا 0.05 ضرب ايش؟ 1, 1 زائد 0.05 1.05 قوه ايش؟ 240 240 تمام هاي خليها قوه هيك تقسيم ايش؟ 1.05 تقسيم باور هو ايش؟ 240 هو 240 صح ولا لا؟ ناقص واحد ناقص واحد الكل ايش هسه؟ هاي 240 تمام؟ اوكي ناقص واحد صح ولا لا؟ صح اذا على حسب هسه لو نشوف الفاكتور شو بيطلع اول شيء خلينا نشوف هي. الفاكتور شو بيطلع معكم؟ هسه بنشوفه بس هسه بيطلع 1.05 1.05 نعم بحكي جواب الفورمولا كله بيطلع 0.05 متأكدة؟ يس يس هو 240 ثواني بس معلش يساوي ناقص واحد يساوي اوكي ضرب 0.05 oh يساوي ضرب 1.05 تبار 240 بيطلع 0.05 اكزاكتلي يب ايه شو تساوي؟ 45 ألف صح ضرب 0.05 شو بيطلع الجواب؟ بتطلع 2250 2000 250 لا ضرب 45 لا مستحيل 2250 لا 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 مستحيل مستحيل فيه اشي. وخمسين أو اشي أو فيه اشي. فيه في شيء بجوز 250 او شيء او 225 في شيء في غلط 5% something wrong لا لا 12, ش... 12 شهر في 20 سنة 240 الفورميلا اي 0.05 ضرب 1.05 قوة 240 هاي ناقص واحد هاي في شيء something wrong، مستحيل لا لا دكتوري الناقص واحد هي مطروحة من الأس ولا تيرم لحالها؟ لا تيرم لحالها يعني 1.05 استنى مش عارف والله مش مبينه قوه هو... 240 يكوال ماينس 1 يكوال اوكي طيب تو ذا باور ماينس 1 ضرب 1.05 هو 240 يساوي 1.05 اقول للواحد ناقص واحد هنا وان ناقص واحد باور بجوز 1.05 تو ذا باور 239 خلينا نتاكد لانه مش واضح لهذا ثواني بس طيب ماينس إيه ف... 1 ضرب اي 1.05 240 ايكوال تبلاي باي 1.05 الفاكتور 0.0525 طيب انا مش راح بس ايه في هناك شيء غلط ما بعرف في شيء غلط في الفورمولا لانه مستحيل 1250 بالشهر فهمتوا علي بيطلع بحدود 225 اوكي شهريا المنطقه اللي عندنا فهمتوا علي ولا لا معي انتو 2 2 5 ضرب 12 تمام ضرب ايش 240 فبتطلع 54000 دينار اردني في غلط في شيء فبيطلع عندك الدفعه الشهريه قديش 225 دينار 225 ضرب 240 دفعه شو بيطلع فهمتوا ولا لا الو الو تمام معك مهندس معك <تبتحرك> اذا الدفعه الشهريه 225 الدفعة الشهرية 225 دكتور كيف حسبنا الان؟ 20 سنة بكل سنة 12 شهر، ف20 ب 12 على كم من شهر رح يقسط المبلغ؟ ما هو 240، يعني هي 20 في 12 240، ضرب 225 دفعة 54,000 تمام؟ اوكي فهنا الموضوع الموضوع, انه كيف شو بصير عندك A و B وهي الشغلات فعرفنا متى نستخدم احنا الفورمولا متى نستخدم ايش التابل وكيف نستخدمهم معي تقول لا حد عنده سؤال يعني دكتور دكتور ال 54 الف هي المبلغ النهائي اللي رح يرجعه الشخص للبنك اه بعد 20 سنه بدفعات شهريه قيمتها 225 تمام ولا لا؟ تمام طيب خلينا هسه على ها مثلا طلعوا يقول لك يو ديبوزيت 5000 دولار in a saving account earns 85 5 simple interest per year. simple هاي، هو سيمبل. اذا هو حكى لك simple اذا ما حكى لكش simple اعرف ايش يلا شو تعرف؟ هنا ايش؟ هنا كومباوند كومباوند اوكي وات از ذا مينيمم يو نمبر اوف ييرز يو ماست ويت تو دبل يور بالانس هذا بالانترستيتي سمبل شابتر اللي عندنا اللي قبله صح ولا لا؟ طيب اذا هنا بنيجي هسه ايش؟ على السؤال هذا هم, هم ورك واحد شو السؤال؟ هي السؤال انا كملكم اياه بس انا يلا شو السؤال؟ يو ديبوزيت 5000 ان سيفنج اكونت ذات انز ات سمبل اذا انت هاي 8% شو بنسميها؟ ار او ار صح ولا لا؟ ليش ار او ار؟ لانك انت دفعت 5000 مشان تعمل سيف مشان يعطيك مربح بمقدار 8% واضح ولا لا؟ الو واضح واضح هسا تيجي على شابتر 1 شابتر 1 وين هو هيو؟ شابتر 1 اللي هو شو فيها هذا شابتر 1؟ السمبل انترست ريت السمبل انترست ريت اللي عندك في شابتر 1 شو قانونها؟ هيس انترست ريت اللي شرحناها امبارح ماشي هيو أيوه. يلا مين بيحل لي اياها السؤال هذا هي الانترست ريت السمبل انترست ريت هاي عندك السمبل انترست ريت وين هو؟ هيو أيوه. اللي بيرجع لك التوتال انترست البرنسبل ضرب ان في الانترست ريت متذكرين ولا لا؟ ألو؟ اه اوكي يعني بنضرب عدد السنوات بالنسبة بالمبلغ الأصلي بس ماشي السؤال هسه قديش المبلغ الأصلي عندك أنت؟ 5000 البرنسبل قديش هسه؟ 5000 5000 هسه عندك التوتال 5000 في 8% 5000 ضرب 0.08 هلا ضرب ان اللي احنا بنعرف جدها ما بنعرفها مشان ايش؟ مشان التوتال تساوي 10000 اذا فهمتوا علي؟ يس مشان ادبلها تحسب انه خلص واضح ولا لا السؤال؟ واضح تطلع واضح. <applause> لك تساوي 10000 ماشي تقسيم 5000 تقسيم <applause> 25 تطلع ان <applause> تساوي 25. 25 واضح ولا لا؟ تمام؟ واضح. <applause> طيب <فهب. تصفيق> السؤال اللي بعديه

that n 700% 7% اذا ار او ار او اي شو تساوي 7% هاي راح تكون ايش عاديه انترست اللي هي الكومباوند لانه ما ذكرت كيش سمبل صح ولا لا بدك تحط بقول لك مبلغ معين مشان يعطيك اف تساوي قد ايش 10000 صح ولا لا ان ان شو تساوي 6 years how much do you need to deposit now يعني ايش find me. تمام ولا لا اعيد ولا ما عدش؟ ألو تمام طباب. تمام, تمام. بقول لك أنت بدك تحط مصاري هسه قديش لازم تحط هسه مصاري مشان بعد ست سنين بسعر فائد 7% يصير 10,000 تمام إذا بي شو تساوي؟ اف اللي 10,000 ضرب إيش؟ يلا B على F صح ولا لا؟ عشان تروح F مع F مظبوط؟ صح ولا لا؟ 7% 6 years يلا وين التيبل؟ 7% 6 سنين وين التيبل؟ هي التيبل هي 7% 6 سنين شو بدك؟ بدك F على B ولا B على F؟ B على بي على اف وين البي على الاف هاي؟ اللي هي بوينت بوينت ضرب ايش هسه بتطلع تساوي 10000 ضرب 0.663 شو بيطلع 666، صح؟ صح صح اذا اذا انت ماشي حطيت هسه 666 600 لا 6000 6.6 ضرب ضرب 10000 اذا حطيت انت 6663 هسا بسعر فائدة 7% بعد سبع سنين بيجيك مربح مرة واحد عشر آلاف طبعا هي إيه الأسئلة أسئلة إيه لك بس على أرض الواقع الكل بأخذ دفعات الكل بياخذ إيه ما حدا بياخذ بخلي مصاريه بعدين يدفعها فهمتوا علي يأخذهن الكل بياخذ دفعات سنوية أو شهرية فهمتوا ولا لا بس أنا اللي بدي أقول لك إياه إنه إذا أنت حطيت هسا ستة وستمية وثلاثة وستين بسعر فائدة سبعة في المية فبعد ست سنين بيجي لك 10000 طبعا هذا بصير مع الناس اللي بدينوا في ناس بتدين شو بتقول لك بقول لك والله حرام انا دينته قبل 2018 5000 اردني احنا 2024 بده خمسة 5000 شو بيقول الشخص تسمعوهاش بقول لك لو حطيتني في البنك في مرابحه كان جبلها لي هسه احسن تسمعوهاش هاي الكلمه ولا لا بنسمعها بس هي حرام يعني هسه لا شوف عليها كله حرام احنا ما عملناش فيها هسه بس هو الحلال مشان تكونوا بالصورة انتو الحلال في الموضوع كالتالي هسه حرام متفقين انه حرام بس وحرام على كمان اللي ال تدين كمان هسه انت خليك كشخص يعني انت كشخص معك هسا 6663 دينت الا واحد رجع لك اياهن بعد ست سنين نفس المبلغ شو بتقول هسا؟ يلا احكوا معي شو بتقولوا يلا حلال ولا حرام؟ رجع لي اياه نفس المبلغ حلال صح؟ مظبوط؟ الو نعم مزبوط حلال طيب هسه من ناحيه فتره انسانيه انت بترضى تدين ترضى لواحد 6000 وبعد ست سنين رجع لك اياها 6000 انت كشخص لا. ترضى طيب كيف الحل شو الحل؟ طب هو حرام الحل انك انت ال 6636 هسه تضرب في غرام الذهب يطلع لك قديش بيجيب ذهب مثلا بيجيب لغرام الذهب مثلا قديش؟ 50 مثلا مثلا فور اكزامبل 6 6 3 تقسيم 50 هذا بيجيب لك 133.26 غرام ذهب تمام ولا لا؟ واضح؟ تمام فانت بتقول له بعد 6 سنين بترجع لي 133.26 غرام ذهب ساعتها اذا كان الغرام ب 70 ماليش خص اضرب في 70 ضرب 133.26 وصلت؟ عشان تتجنب المشاكل فهمتوا لا فهمتوش فهمنا هاد حلال اه 100% في المية. انا بدي دينك ذهب هو اسمعي على الحاله الاولى انا معي 6663 دينت لواحد واحد بعد ست سنين رجع لي زي ما هن حلال بس انا كصاحب مصاري انا انا فطرت تسمح ليش دينك اياها وهي كمان عندك عندك فورتنج صح ولا لا؟ سؤال صح 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 اكيد وبالمقابل انت بتحكي حرام يرجع رجع لي بسعر فائده صح ولا لا صح طب والحل انت هسه الذهب 50 ال 6663 بتجيب 133 غرام ذهب او 40 طلع لاحظ انا مثلا بال 2016 كان غرام الذهب 20 دينار احد اصدقائي مثلا اعطى 4000 لواحد 4000 تقسيم 20 كم بيجيب الذهب هذاك الوقت 4000 تقسيم 20 بيجيب 200 غرام ذهب ال 4000 هسا ال 4000 كم بجيب هسه ال 200 غرام ذهب شو سعرها هسه؟ ضرب 49 دينار سعرها 9800 فال 4000 بنرجع لك إياهم 9800 هذا مش مش حرام هيك انت بتبيعه غرامات ذهب وصلك الفكره ولا لا؟ انت بس اياها بتقول له انا مش بايعك بنعطيك مصاري انا معطيك 133.26 غرام ذهب هيك بتحكي له هيك اصل تمام المهم مش هذا موضوعنا خلينا نكمل هسه بالاسئله طيب هسه بقول لك إيه خلينا على الكاشف لو اربعه سؤال اربعه consider the following sequence of deposits withdrawal over a period of four years هسه الكاشف لو اللي عندك فهمني اياه هذا فهمني اياه مين فهمني اياه يلا يلا شو مين فهمني اياه اول سنه اول ألف. سنه اخذنا 1000 بعدين دفعنا أ... لا, لا بعدين اخذنا 1000 ألف. ألف. بعدين دفعنا 1210 بعدين اخذنا 1500 ايوه البالانس الصافي بعد اربع سنين بسعر فائده 10% كيف بتعمل مالأشي. اول شيء اول شيء ها خلينا نجيب السؤال هذا ونشوف كيف بدنا نحله مش هي السؤال الكاشف له يلا حل لي اياه اول شيء التوتال بعد اربع سنين اللي هو اف المبلغ بعد اربع سنين صح ولا لا؟ او بشكل عام المبلغ بعد اربع سنين المبلغ ماونت آفتر توريز شو يساوي يلا الالف بي صح ولا لا؟ مش عند زمان صفر ولا لا؟ صح 1000 ضرب ايش يلا يلا بي على ايش؟ اف على بي صح؟ اف على بي كم سنه؟ آي شو تساوي أربعة. آي بس لنا؟ قديش آي تساوي عندك السؤال؟ أربعة. 4% أربعة آي لا احنا نحكي عن إن اه 10% يلا أربع سنين زائد يلا 1000 صح؟ ضرب إيش؟ إف على بي 10% ثلاث سنين صح ولا لا؟ ليش ثلاثة؟ لأنه عند الزمن صفر، عند الزمن واحد، شو بكون الفيوتشر ضايل له؟ ثلاثة صح؟ تمام ولا لا؟ هاي احنا هنا واحد، عد يلا عد خليها صفر، بصير صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، مزبوط ولا لا؟ ألو؟ ايه ده مهندس شباب عند سنه صفر الأربع سنين قديش بعد عنهن اربعه عند سنه واحد الأربع سنين شو بعد عنهن ثلاثه واحد سميه صفر هاي صفر واحد اثنين ثلاثه بعدين ناقص او بلاش هاي سالب لتحت وهاي سالب لتحت تمام وهاي زائد يلا واحد اثنين واحد صفر ضرب ايش الله ضرب اف على ضرب اف على بي عشرة بالمية سنتين سنتين بعدين ناقص ناقص بس خلينا نضبطها ايه سالب ليش مش هذا يطلع؟ بسيطة مش مشكلة طيب. بعدين شو عندنا هسه؟ يلا. بعدين ناقص, ناقص 1500. وخمسمية. زائد زائد، أه ناقص، لأنه حطيت سالب سالب مزبوط هاي ناقص 1500، هاي ناقص بعدين هاي بعدين زائد بعدين إيش؟ ناقص. ناقص ألف وخمسمية. ألف وخمسمية. إيش الله؟ 1500. 1500 ضرب إيش؟ إف على بي. إف على بي. عشرة بس خلاص. إذا أنا الصفر الألف وديتها للإف عن طريق الفاكتور هذا صح ولا لا؟ تمام والألف الثانية وديتها للإف عن طريق الفاكتور هذا تمام وال1210 وديتها للإف عن طريق الفاكتور هذا تمام تمام 1500 وديتها للإف عن طريق الفاكتور هذا بس بتروح على التابل بتطلع اف على بي 10% 4 واف على بي 10 3 و2 و1 بتعوضهم وبتجمع واضح ولا لا؟ واضح واضح <على> <على> انا عندي سؤال واضح كيف الحل تبع هذا السؤال ولا تمام طبعا شرح الشرع الشرح عندكم بالاسئله افضل ما اقعد ايش اعطيكم رموز هيك بالمثال احسن مشان تكون انت ايش مطلع اكثر طيب خلينا نيجي على السؤال هذا هاي كوبي تمام هاي الاكزامبل الثاني طبعا بدي لكم الهوم لكم يعني هذا مش هوم لكم هذا يعني بس يعني مشان انتوا فور يور اون نيوز يعني هاي طيب بقول لك if you make four annual deposits شو معنى four annual deposits اول شيء؟ أربع سنوات إيه أربع, أربع دفعات سنوية اطلع على الكاش فلو كيف رسموه في امتحان بدهم الكيش الآن الديبوزيت بدها تبلش عند أي سنة؟ الأولى زيرو لا 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 آه بيع آه آه إيه أوكي. عمرك شفت واحد باخذ قرض أو باخذ أو بيعمل استثمار زي. بيجي طوالة بعد سنة معروف بعد واحد يعني إذا الآن ديبوزيت أول سنة 100 السنة الثانية 100 الثالثة 100 الرابعة 100 تمام؟ بقول لك if you make four annual deposits of 100 in your saving account وهذا بيجي 10% what equal annual amount A can be withdrawn over four subsequent years عيد ولا ما عيدش؟ اكتبوا على السؤال انا بسنه بسنه 24 تمام ولا لا؟ بال 25 حطيت حطيت 100 دولار بال 26 100 ب27 100 ب28 100 تمام سادت 29 وال30 و31 راح يجيني ايش عائد اليه سبسيكونت على الاربعه يلا كيف نحل هاي إيه؟ مين بيعطيني فكره كيف تنحل يا بنات شباب هذا سؤال مهم شو رايك يا يا حسام ليندا رنا رناد آه، اريج يسرا آه، بنات شو رايكم مين بيقدر يفكر اللي فيه حطيكم حل تبعه طلعوا كيف كل طلع علي بس شو معلش، اول شيء انسوا الاربع سنين اللي, اللي ورا اعتبر الكاشف له صفر واحد اثنين ثلاث، ثلاثة أربعة صح ولا لا؟ تمام صح طيب آه. شو الجيفن عندك ايه؟ ايه شو تساوي؟ يلا 100 صح ولا لا؟ مضبوط؟ شو رايكم؟ الو اي تساوي 100 صح؟ اه شو تساوي؟ اه شو تساوي؟ تساوي 10% وان شو تساوي؟ 4 4 4 ممتاز ممتاز طيب طل... اطلع شو بدي اعمل هسه الكل اطلع شو بدي اعمل؟ F تساوي 100 A ضرب يلا A على F F على أو F على A F على A عشان A F تروح مع F 10 في المية أربع سنوات هسه أوجيكم وين F على A تروح على التابل وين F على A 10 في المية أول شيء بتروح على 10 في المية هاي 10 في المية أربع سنوات هاي أربع سنوات صح وين F على A هيا قديش شو معنى اف على ايه؟ فايند ذا فيوتشر فاليو اف ذا انيوال بيمنت از جيفن مضبوط ولا لا؟ مش هذا معناتها ولا لا؟ شو رايكم؟ شو معنى اف على ايه؟ اف على ايه ضرب ايه شو معناتها؟ فيوتشر على الانيوم فاهم شو معنات اف على ايه ضرب ايه؟ فايند ذا فيوتشر فاليو اف ذا انيوال بيمنت از جيفن صح ولا لا؟ صح اذا هسه وتساوي 100 ضرب الفاليو اذا شو بيطلع لي فيوتشر عندك يلا 460 64 بون صح ولا لا شو معناتها هي ال100 افهموني ال100 بكاف ام 464 بعد اربع سنين إذا دفع 100 ب 100 ب 100 ب 100 معناته ولاش معي واضح يعني بعد اربع يعني بعد اربع سنوات رح إذا... ياخذ 464 صح؟ هسه انسي الخمس سنين ورا انا عندي اربع سنين الجواب 464 ماذا يعني؟ معناتها انه بدل ما ادفع دفعات سنويه مئات بعد اربع سنين بحط مره واحده بمقدار 464 زي السؤال اللي حجينا هسه هسه مش قلنا م. طلع معاه 5800 واحد طلع انت معاه 5000 وشي صح ولا لا هسه حلينا هيوها فوقها فوق ها هيو بس حليناه صح قلنا عشان الدفعات اه اذا انت دفعته مره واحده 2938 على دفعات بيطلع 500 2504 واضح ولا لا؟ عين إيش معي ايوه ايوه واضح طيب ماشي هسه بما بعد عن السؤال معلش بعد عن السؤال بقول لك إذا الدفعات تدفعها بداية من السنة جاي بيات لو تدفعهم كلهم مرة واحدة هسه قديش تدفعهم؟ أقول بي تساوي 464 لا هسه هسه ادفعها هسه بي تساوي 100 ضرب بي على ايه 10% أربع سنين وتساوي 100 ضرب بي على ايه شو معنى بي على ايه؟ find the present value of the annual payment is given بدل ما انا اسدك اياه او ادفع لك 100 100 ادفع لك اياه هسه شو بيطلع يلا فهمتوا بي على اي 10% 4 سنين هسه بفهمكم اياها وين بي على اي 10% 4 سنين بي على اي وين بي على اي هيها واضح ولا لا واضح قديش قيمتها تمام ولا لا الو أيوة تمام شو بيطلع لي يساوي 317 <applause> تقريبا صح لاحظ طلع 317 مئات على 4 سنة 400 فيوتشر 464 وضحت لي الفكرة هسه أول شيء وضحت يعني 317 هسه بكافئ 464 بعد أربع سنين وبكافئ 100 ب 100 ب 100 دفعات بالضبط ولا لا؟ أيش لي شباب فهمتوا ولا لا؟ طبعا لا. هذا برا السؤال هذا البي بس مشان تعرف انه انا عندي 400 100 100 100 اذا واحد اخذت منه قبضه سدده اياهن ميات بدي اعطيه انا هسه مره واحده 317 بدي اعطيه بعد اربع سنين مره واحده 464 اذا احسن شيء اعطيه هسه يعني بدون سعر فائده فشي، أو أعطيه بسعر فائده مقداره 10% بعد أربع سنين عد دفعات سنويه بيطلع ال 100 100 100، او أعطيني يعني فيوتشر رقم 164، واضح؟ هسه نرجع لسؤالنا نرجع لسؤالنا عندي السنة الرابعة إف شو تساوي؟ يلا قديش إف؟ مالكم؟ 4 4 4 6 4 1، صح؟ واحد صح؟ صح؟ يس جا. طب صح. حط حط السنة 4 تساوي صفر حطة صفر صح؟ شو بتصير؟ بتصير بي شو تساوي؟ 4 6 أربعة بونت واحد صح ولا لا؟ وان شو تساوي؟ أربعة أربعة دفعات و شو تساوي؟ يلا 10% 10 صح هسا عند السنة أربعة حطها صفر السنة خلص شو بتصير؟ واحد. واحد سنة ستة اثنين سنة سبعة ثلاثة سنة ثمانية أربعة خلص سؤال جديد صار يعني المئات تحولت إلى عدد واحد اللي هو F بعدين صار السؤال كأنه معطيك بي، وطلع A إيه؟ زي هذا تمام؟ قديش في عندك هسه يلا هسه ايش شو تساوي؟ يلا ايش شو تساوي؟ بي 4 6 4 بونت 1 ضرب ايش؟ يلا يلا ضرب ايش؟ ضرب إيه؟ آه على بي آه على بي 10% كم سنه؟

خلاصة انه بالسنه الخامسه بيجيك 146 دولار، بالسنه السادسه 146 دولار، بالسنه السابعه 146 دولار. فور بالسنه الثانيه 146 دولار. وضحت لي هذا السؤال؟ شو رايكم؟ واضح اذا السؤال كان عندي ايه؟ من صفر من واحد ل 4 حولته لاف عن طريق الفاكتور اف على ايه؟ صح ولا لا؟ خلفي الميل ميل 100 صار عند سنة الرابعه كان فيوتشر فاليو 4 6 4.1 هسه 4 6 4.1 هن عباره عن بريزنت فاليو بالنسبه للسنوات اللي بعديها تمام لانه بي بتبلش عند الصفر وايه بتبلش عند الواحد واف اخر سنه اه شباب مين عنده سؤال خلصنا هيك انه عندي سؤال يا شباب يا بنات الو واضح مهندس واضح كل مفهوم مهندس تمام طبعا انا بنزل لكم الهوم وورك كمان لكم طبعا مش ما في هوم وورك لك يعني ذيس از فور يور اون يوز يعني استخدموا لك انت حر حلوا، كمل عليه احنا علينا منه كم سؤال طبعا التشابتر اثنين هذا اللي احنا 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 شغالين فيه لو ترجع عليه كلياته تمام هذا عباره عن كله حلنا هسه كله هاي الاكزامبل ال... هسه لو ترجع عليه هذول لحديت طبعا لحديت لحديت 14 بتكون امورك تمام المحاضرة جاي بنكمل ايش؟ إيه، تشابتر 14 مشان بعدين ايش؟ إيه، سوري من, من عندي سلايد 14 مشان نبلش في الجي شو تعريف الجي؟ الجريديانت والجريدي ديكومبوزيشن والكوفينانت كاش فلو والاي وهي الشغلات تمام؟ انا اليوم طبعا مش لازم احل اسئله لازم بلشت في التشابتر هنا بس يعني مشان يعني اخليكم مرتاحين يعني انا الفصل هذا بتبع سياسه انه لا اخفف الم... مش اخفف الماده امشي على مهله لحد ما الكل يفهم بغض النظر عن الماده اللي قطعتها فهمتوا علي فعندكم الهوم وورك الرجاء انكم تفهموا مفهوم الفاكتورز اف على بي فاكتورز بي على اف فاكتورز اي شو معنى بي على اي معناته تو فايند ذا بريزنت ويرث اف اي از جيفن بي على اف تو فايند ذا بريزنت ويرث اف اف از جيفن اف على اي تو فايند اف اف اي از جيفن اف على بي على اي تو فايند ذا بريزنت فاليو اف ذا انيوال بيمنت از جيفن واضح ولا لا واضح؟ واضح الو واضح يلا يعطيكم العافيه طبعا ال... هاي اول شو اسمه اول أه... شو اسمه اول سلايد اول عفوا أه... اول شو اسمه نزلت هيني علني اول كلاس هاي عندكم. طبعاً بارح نازل عندكم تبع امبارح نازل هسه الرابط بودي لكم اياه على ايش على الجروب اوكي الرابط بودي لكم اياه بعدين بتشوفون كلاتن موجودات يعني عندكم تمام فانا آه. ستوب ريكورد هاي عندكم هسه فرجكم اياه آه افتحوا